الصوت كده مسموع؟ بيقول كان من البارزين في جمعية دمشق. سؤال بيقول يا حضرات، كان من البارزين في جمعية دمشق أبو بكر القماش ولا العز بن عبد السلام ولا توران شاه؟ طبعا جمعية دمشق العز بن عبد السلام. أبو بكر القماش ده بتاع جمعية القاهرة، والهدف من جمعيتي القاهرة ودمشق بس الكراهية للفرنج ومن يلوذ بهم وتعبئة القلوب ليوم الفصل. السؤال الثاني، ضع علامة صح أمام، لا بعد كده اثنين، ودبت الحركة في المدينة ذات القصر الكبير. هذه المدينة هي طبعا المنصورة، المدن اللي اتذكرت عندك يا حبيبي. اول حاجه دمياط اللي احتل لها الفرنج بسهوله، تاني مدينه بعدها اللي هي فارسكور اللي كانت فيها معركه شديده مع الفرنج بس الفرنج انتصروا على العرب، تالت معركه اللي هي معركه المنصوره اللي انتصر فيها العرب على الفرنج واسر فيها لويس وسجن في دار ابن لقمان، والبلد اللي اتاثر فيها اسمها منيه ابي عبد الله. بعد كده ضع علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه خطا امام العباره الخاطئه، وتقرا للاخر عشان نشوف طالب منك تصويب الخطا ولا لا. كان الاستعداد لملاقات الفرنج قائما على قدم وساق والسلطان في أتم عافيته. غلط، وكان السلطان مريضا. قررت شجر الدر أن تستدعي توران شاه مع علمها بطيشه. الإجابة صحيحة، بيجيبها لك فعلل ليه حتى لا تدع بابا للفرقة بين الأمراء. السؤال بعد كده رقم جيم، علل اعتقال الصالح إسماعيل للشيخ العز بن عبد السلام. والسؤال ده مهم جدا لأنه أفتى بأن الملك الذي سمح للفرنج بالدخول لشراء السلاح خارج عن الدين لا يصلح أن يكون ملكا للمسلمين. علل اللي ما يأتي بعد كده اتجاه الحملة الفرنسية إلى دمياط خاصة. طبعا هو الحملة الفرنسية كانت متجهة الأول لبيت المقدس وبعد كده غيروا اتجاههم إلى مصر. لو قال لك لمصر ليه؟ لأن مصر بموقعها الجغرافي تحمي ظهر العرب وتمد جيوشهم بالمال والرجال. حددوا دمياط بالتحديد ليه؟ وده السؤال اللي طالبه، لأن دمياط لينتقم من هزيمتهم السابقة فيها من قبل، تاني حاجة لأنها ورقة رابحة يفاوضوا عليها بيت المقدس. تأكد بس إن اللاين شغال معاهم. تمام. ياسر حامد ده سامعني؟ سامع الصوت؟ طيب، بعد كده قدم نجم الدين إلى قائد الجيش نصيحة وتحذيرا. وضح نصيحة، أول حاجة قال له هتحشد دمياط بالأسلحة والذخيرة والأقواد لتتمكن من الصمود أمام الفرنج. في نصيحة تانية، تنزل على البر الغربي للنيل لتعوق تقدم الفرنج. التحذير، حذره من الشائعات، قال له إياك والشائعات وما يذيع المرجفون. السؤال اللي بعده، الحياة دقائق وثواني. يبحث بعض الناس في عصرنا الحالي عن وسائل للترفيه والتسلية لكي يقتلوا بها أوقاتهم ولا يدرون أن حياة الإنسان تقاس بهذا الوقت. خد بالك من إعراب كلمة الوقت ديت، اللي بعد اسم الإشارة اللي فيه ألف ولام بعده بدل، وتشوف اللي قبلها مجرورة ولا مرفوعة فده بدل مجرور. مرادف كلمة يدرون، يفكرون، يعلمون، ينظمون، طبعا يعلمون. جمع كلمة عصر، عواصر ولا عصائر ولا أعصر؟ أعصر، وتنفع عصور. نعم، بدل مجرور يا حبيبي عشان قبلها بقى حرف جر وهذا اسم مجرور. نعم، اسم إشارة معرف بألف ولام. بعد كده، بما يقاس عمر الإنسان؟ اسمعني في السؤال ده محترم، لو قال لك بما يقاس عمر الإنسان ممكن تقول له اثنين، ممكن تقول له بالثواني والدقائق، ممكن تقول له بمدى من قدمه من خير وعلم ينفع البشرية. طيب لو طلب من حضرتك وقال لك ايه المقياس الحقيقي لعمر الإنسان، هتقول له بما يقدمه من خير وعلم ينفع البشرية. بعد كده، للعلماء نهج في قضاء أوقات فراغهم، يعني ازاي بيقضوا في وقت فراغهم، تقول له في التفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة. سؤال رقم دال، ما الحقيقة التي يجب أن نؤمن بها؟ الصوت لو سمحت يا محترمة، الصوت يا محترمة لو سمحت عشان مش هطلعك بره المحاضرة.
ما الحقيقة التي يجب أن نؤمن بها لنستغل وقت الفراغ؟ لو أن قليلا من الزمن يخصص كل يوم لأداء شيء معين يغير مجرى الحياة ويجعلها أفضل مما نظن وأرقى مما نتخيل. بعد كده موضوع فارق الحب والنوى للدكتور زكي نجيب محمود. انك لا تنظر الى حبة القمح، واخد بالك في انك لا تنظر اسلوب مؤكد بان واللام، الى حبة القمح او نواة التمر، فتحسب انك تنظر الى قطعتين من الجماد الاصم الاخرس. خد بالك من كلمة الاصم وكلمة الاخرس. كلمة الاصم جمعها الصم والمؤنث صماء، كلمة الاخرس جمعها خرس والمؤنث خرصاء. الاصم الذي لا يسمع، والاخرس الذي لا يتكلم. مرادف كلمة نواة عرجون ولا ثمرة ولا بذرة؟ بذرة طبعا. وجمع كلمة نواة نوى. مضاد كلمة تحسب تتيقن. ماذا يتخيل لمن ينظر إلى حبة القمح ونواة التمر؟ لو قرأت الفقرة هتلاقيه كاتب لك تحسب أنك تنظر إلى قطعتين من الجماد الأصم الأخرس. كيف تتجلى قدرة الله في حبة القمح؟ بص يا محترم، أنت عندك مثالين، حبة قمح ونواة تمر. قال لك كيف تتجلى قدرة الله في حبة القمح؟ هتقول تخرج عود حي يحمل عشرات من سنابل القمح. لو قال لك كيف تتجلى قدرة الله في نواة التمر، تتفجر عن عملاقة اللي هي النخلة، تحمل عراجين مثقلة بالثمار كأنها عناقيد الذهب والياقوت. لو قال لك بما وصف الكاتب عناقيد الذهب، تقول له إنها عناقيد الذهب والياقوت. وضح تصورا اهي، وضح الكاتب تصورا لعراجين النخل، يعني وصفها بايه؟ بعناقيد الياقوت والذهب. بعد كده من نص استعن بالله عن ابن عباس قال، كنت ابن عباس وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس وراوي الحديث الشريف، كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بها كان يركب خلفه الدابة، يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. خد بالك من كلمة كلمات، دي جمع يفيد الكثرة وناكرة تفيد التعظيم. احفظ الله يحفظك، علاقة احفظ الله يحفظك إلى آخر الحديث، بما قبلها تفصيل بعد إجمال. طب احفظ الله يحفظك، علاقة يحفظك بما قبلها نتيجة، لما تحفظ الله إيه اللي هيحصل؟ هيحفظك. في عندي هنا سؤالين، كيف يحفظ الله، كيف يحفظ العبد الله، وكيف يحفظ الله العبد؟ يحفظ العبد الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه. كيف يحفظ الإنسان ربه بقى؟ كيف يحفظ الله سبحانه وتعالى الإنسان؟ يوفقه لكل خير، يصرف عنه كل شر، يصرف عنه المعاصي. ماشي، مرادف كلمة تجاهك، أمامك ولا معك ولا قبلك؟ تجاهك يعني ما أمام، معك، ما تقولش أمامك، تجاهك معك. مضاد كلمة يحفظك، يكرهك ولا يحاربك ولا يضيعك؟ طبعا يضيعك وتنفع يهملك. في الحديث نصائح ذات قيمة إيمانية وضح ذلك، هتقولهم الحديث اللي احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، وتكمل عليها كمان الحتة في نهاية الحديث أن النافع والضار هو الله. بين ما تراه من جمال في قوله صلى الله عليه وسلم يا غلام واحفظ الله. شوف لاحظ معايا، يا غلام ده سؤال، واحفظ الله ده سؤال تاني، ما تروحش تعمل واحد وتسيب التاني. يا غلام ده اسلوب نداء، خد بالك الغرض منه التنبيه، يفيد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تعليم النشأة. احفظ الله يحفظك ده اسلوب امره، غرض النصح والارشاد. علاقة يحفظك ده بما قبلها نتيجة. المخلوق لا يملك نفعا ولا ضرا، طبعا اكتب من الحديث الشريف من اول واعلم ان الامة، سعادتك طبعا حافظ. من نص خلال كريمة، قائل النص شاعر حافظ ابراهيم، لقب بشاعر الشعب او شاعر النيل او شاعر الفقراء او شاعر الوطني. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الاخلاق، الى نهاية الابيات. نشوف الاسئلة اللي طالبها عليه. مرادف كلمة الإملاق، طبعا الإملاق يعني الفقر، مضادها الغنى أو الثراء. جمع كلمة مطية، مطايا أو مطي. وخد بالك إن مطية معناها ركوبة، لكن المراد بيها وسيلة. مضاد كلمة الإخفاق، والإخفاق يعني النجاح الفشل، يبقى المضاد النجاح. طبعا هتشرح الأبيات موضحا حظوظ الناس، بعد ما تشرح الأبيات هتقول له حظوظ الناس صاحب مال، صاحب علم، صاحب أخلاق. طبعا بدأ بالمال، لو سألك بدأ بالمال ليه؟ لأن حب المال فطرة عند الإنسان. ما الجمال في قول الشاعر كان مطية الإخفاق؟ هتسأل نفسك هو إيه اللي مطية الإخفاق؟ اللي هو العلم بلا أخلاق،
أو لتصوير للعلم بلا أخلاق بوسيلة تورد صاحبها للهلاك. وضح العلاقة بين المال والأخلاق والإملاق، المال والإملاق بينهم متضاد، يوضح المعنى ويقويه. النص اللي بعده حب الوطن، الشاعر مصطفى صادق الرافعي: ولا خير في من لا يحب، لا خير ولا يحب، الاثنين دولت أسلوب نافي. ولا في حليف الحب برضه أسلوب نافي، تكرار النفي هنا أفاد لا ولا ولا، تكرار النفي أفاد التوكيد. ومن تؤوه دار، خد بالك كلمة دار نكرة تفيد العموم والشمول، فيكحد بفضلها يكن حيوانا فوقه كل أعجمه. كلمة أعجم ده حضرات الذي لا يتكلم، والمؤنث عجماء. مرادف كلمة تأوه تضمه، جمع كلمة حليف حلفاء، مضاد كلمة يكحد يعترف. اشرح الأبيات موضحا ما يصيب الذي لا يحب بلاده. طبعا هتشرح الأبيات وهتقول مصير من لا يحب بلاده، هتقول أول حاجة يكون حيوانا فوقه كل أعجمه، دي الصفة اللي وصفها له. تاني حاجة اللي هي مش موجودة في الأبيات، تأتيه المصائب على اختلاف أنواعها. وخد بالك كلمة أنواع دي، اللي يقول لك الكلمة فنون، فنون الحادثات، فنون ديت معناها أنواع، وبيستخدمها ليدل على تنوع المصائب. ما الجمال في البيت الثاني اللي هو من تؤوه دار فيكحد بفضلها يكن حيوانا، هتقول له تصوير لمن ينكر فضل وطنه بالحيوان الأعجم. خد بالك من السؤال ده، ألم ترى ده هو أسلوب استفهام غرض التقرير. أما هل يترقى الناس أسلوب استفهام غرض النافي. وضح قيمة يترنم وعلاقتها بما قبلها. قيمة يترنم دي يعني يغني، تبقى تحب إيه، قيمتها يعني تحب إيه، هتقول له تحب السعادة، واحد بيغني يبقى فرحان. وما علاقتها بما قبلها نتيجة، لما يأتي إلى عشه إلا هيحصل هيفرح. بص معايا على سؤال النحو، مصر خالدة خلود الزمن، لو طلب يعرف كلمة خالدة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، وأم الدنيا ولادة النجباء. طيب شايف وأم الدنيا مالها، ولادة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. لاحظ معايا كلمة ولادة حاطط لك شد علام، يعني دي صيغة مبالغة على وزن فعال. النجباء، نعم نعم يا حبيبي، وأم الدنيا مبتدأ يا باشا والدنيا مضاف إليه. ليلها مأوى الفضلاء، لاحظ معايا كلمة مأوى، مأوى على وزن مفعل يبقى اسم مكان. طبعا هستخرجها في اسم المكان، بيقول لك ثم اذكر وزنه، هقول له مفعل ولازم اشكلها عشان في وزنين متشابهين في مفعل وفي مفعل، ما شكلتهاش مش تاخد الدرجه. مفعل الميم عليها فتحه والعين عليها فتحه. الفضلاء ونهارها عمل مثمر، لاحظ معايا كلمه مثمر، مضموم الاول مكسور ما قبل. لا مش عايز حد يجاوب، مش عايز اي حد، اسمع بس يا حبيبي، مبدوء بميم مضمومه مكسور ما قبل الاخر، يبقى اسم فاعل غير ثلاثي، هو اسما للفاعل من فعل الثلاثي اهو، اخر من غير الثلاثي اقول له مثمر. فعله انا ما بعرفش اجيب الفعل منه، هعمل ايه، هشيل الميم دي واحط ياء تبقى يثمر، هرجعه للفعل الماضي اثمر. لرفعتها ارضها منبع الكرامه، منبع على وزن مفعل اسم مكان برضه. وحضارتها اعظم حضاره، لاحظ معايا كده يا باشا كلمه حضاره اللي قبلها كلمه اعظم، ليه اعظم دي اسم تفضيل. الكلمه النكره اللي بعدها لو انت ناطقها معاها تبقى مضاف اليه، لو جات لك منصوبه تبقى تمييز، فانا بقول اعظم حضاره اهي ناطقها معاها تبقى دي مضاف اليه، لكن لو قال لك اعظم علما خلقا حرصا تقول له ساعتها تمييز. فلا بد يا هذا المصري، اللي بيجي بعد هذا المعرف بألف ولام هتعربه نعت مرفوع علامة رفع الضمة، أن تمتلك مفتاح المعرفة لتصل. عايزين نعرب كلمة لتصل، اوعى تروح تقول لي اسم مجرور. سميرة بتتكلمي ليه؟ بعد إذن حضرتك دي محاضرة مراجعة. لتصل دي لام تعليل، عرفتها ازاي؟ بعدها فعل مضارع وبحط مكانها لكي، ان تمتلك مفتاح المعرفه لكي تصل، يبقى دي لام التعليل بتنصب الفعل المضارع، هقول له فعل مضارع منصوب على متنصب الفتحه. طيب كلمه مفتاح نوع المشتق طبعا اسم اله، طيب هختارف اسم الاله، الى الرقي المنشود، منشود على وزن مفعول، ده اسم مفعول من ثلاثي. طب لو قال لك اذكر فعله هتجيب الفعل مبني المجهول، هتقول له نشد. طيب بعد كده يا حضرات لاحظ كمان كلمة الدنيا ديت، دي كمان اسم تفضيل،
اسم تفضيل ازاي؟ ما هو اسم التفضيل مذكر على وزن افعل والمؤنث على وزن فعلة. بيقول لي رقم جيم يحسن وبدء، هات من الاول اسم فاعل، من يحسن هتبقى محسن عشان ده غير ثلاثي، ممكن اقول مثلا الابن محسن لابيه، والثانية اسم زمان من بدأ، الصباح مبدأ العمل. تمام، نكشف عن كلمة المشاعر في مادة شعرة، هجيب منها الفعل الماضي شعرة. تمام، شين عين راء. بعد كده طبعا سؤال القراءة المتحررة حضرتك تركز فيه جدا، من قصة طموح جارية، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. خد بالك اقرأ الآخر عشان لو قالك مع التعليل، تقرأ الآخر عشان لو قالك مع التعليل. اختارت شجر الدر عز الدين أيبك ليكون في يدها طوع إرادتها، صح، يبقى ليه هي فضلت عز الدين أيبك عن باقي المماليك؟ مش عشان هو أقوى الأمراء ولا أشجعهم، عشان يكون في يدها طوع إرادتها، لأنه مطيع ليها يعني، بيسمع الكلام. ضرب بيبرس توران شاه ضربة أطاحت برأسه، لا طبعا هو بيبرس ضربه قطع أصابعه، اللي أطاح برأسه اللي قتله يعني أقطاي، وترك جثته تهوي إلى أعماق البحر. من أبرز الشخصيات، شايف اسئلة بتتكرر أهي، من أبرز الشخصيات في جمعية دمشق العز بن عبد السلام. أمال أبو بكر القماش ده مين يا حضرات؟ ده كان في جمعية القاهرة. أرسل ملك جزيرة صقلية رسالة إلى نجم الدين، عندما كان نجم الدين موجودا في قلعة دمشق، كان ساعتها موجود في قلعة دمشق وقد اشتدت عليه العلة. كيف عبر الفرنج بحر أشموم رغم تدمير المصريين للجيش الذي بنوه؟ عندما اسمع الإجابة، عندما وصلهم خبر مقتل دارتوا جن جنونهم، اتجننوا يعني، وألقوا بنفوسهم في البحر سابحين، يبقى عبروا سابحين من غير جسم. ما موقف السلطان نجم الدين من انسحاب فخر الدين ابن شيخ الشيوخ من دمياط؟ هتقول قدمهم إلى محاكمة من العلماء لتحاكمهم بسبب فرارهم من ميدان القتال. السؤال اللي بعده اللي هو بيقول الحياة دقائق وثواني، من خلال تلك الأسئلة وصل إلى نظرية الجاذبية الأرضية، الفقرة طبعا بتتكلم عن إسحاق نيوتن، التي نجحت تطبيقاتها في أن يتخطى الإنسان. كلمة إنسان دي جمعها أناسي ومدتها أنسة. نعم، في أنهي سؤال؟ كيف عبر الفرنج بحر أشموم رغم هما في موقفين، اللي انت بتقوليه ده صح واللي انا قلت لك ده صح. الموقف الاول ان هم عبروا بمخاضه اللي اخبرهم بيهم الراجل العرب. طيب المره الثانيه لما جالهم خبر مقتل دارتوا لويس واللي وجنوده اللي معاه عبروا، بس هو قال الفرنج، ما حددش بقى دارتوا والفرسان اللي معاه ولا لويس، فاللي انت قلتيه ده صح. تمام، بعد كده نعم هو قال بيبرس، وقال كما في القصة قال قتل. نعم تفضل يا باشا. ومن خلال تلك الأسئلة وصل نظرية الجاذبية الأرضية التي نجحت تطبيقاتها في أن يتخطى الإنسان حاجز الفضاء.
المفرد الأناسي الإنسان. طبعا انت هتجيب لهم الفقرة. السؤال اللي بعده بيقول: فيما نجحت تطبيقات نظرية الجاذبية الأرضية تخطى الإنسان حاجز الفضاء مستكشفا الكواكب والمجرات والنجوم. طب لو قال لحضرتك اذكر نموذجا من العلماء للتفكر والتأمل، نموذجا يعني مثالا، يعني هتقول له اسحاق نيوتن. اذكر الأسئلة التي سألها اسحاق نيوتن لنفسه عندما سقط التفاح، أو السؤال بطريقة تانية: كيف توصل نيوتن للجاذبية الأرضية؟ من خلال الأسئلة اللي هو سألها عن نفسه، لماذا سقطت التفاحة إلى أسفل؟ لماذا لم ترتفع إلى أعلى؟ لماذا لم ترتفع ذات اليمين أو ذات الشمال؟ فالق الحب والنوى، إنك لتنظر إلى حبة القمح أو نواة التمر فتحسب أنك تنظر إلى قطعتين من الجماد الأصم الأخرس. هات من العبارة السابقة مرادف خراب كلمة يباب. كلمة يباب أهي مضاد كلمة اهتمت أهملتها، مفرد كلمة الطمور اللي هي كلمة التمر. بالجيب من الفقرة المحترم اللي بتكلم، ما تزعلش على كرامتك لما جيلك. ماذا تحسب عندما تنظر إلى حبة القمح أو نواة التمر؟ الإجابة على عند حضرتك كأنها حصاتان ألقت بهما الأحداث ثم أهملتهما على أرض يباب. بعد كده: كيف قارن الكاتب بين الأبراج البشرية والنحلة والنخلة السامقة؟ بص يا محترم، قارن يعني هتقول لي هم متشابهين في إيه وهم مختلفين بإيه. متشابهين في الارتفاع، مختلفين إن حبة إن النخلة كائن حي يتغذى من الأرض طعاما وتحمل في جوفها سر الحياة، أما الأبراج البشرية مصمتة الصخر لا فعل لها ولا تفاعل. طيب، عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. جمع كلمة غلام غلمان، مضاد كلمة تجاهك، مضاد كلمة تجاهك هي المعنى معك، المضاد ضدك، مضادها ضدك. مرادف كلمة سألت أجبت، بما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس في هذا الحديث الشريف عند حضرتك قدامك أهو، لا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، الاثنين دولت، واستعن بالله وفاسأل الله. نعم نعم، سألت مرادفها طلبت، المضاد منها أجبت. المرادف طلبت، المضاد أجبت. أنا قلت الاثنين. بعد كده: ما الجمال في قول الرسول صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك؟ اسلوب أمر غرض النصح والإرشاد، وتكمل له علاقة يحفظك بما قبلها نتيجة. رقم ده لحضرات: لو اجتمعت الأمة لتنفع أو تضر أحدا فلن يستطيع إلا أن يشاء الله تعالى. طبعا هتكتب من الحديث الشريف من أول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لحد نهاية الحديث. طيب بعد كده حضرات تفضل: قدره نفعا لك وكتبه عليك قدره ضررا لك، وبين الكلمتين تضاد. من نص خلال كريم حافظ إبراهيم: والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. مرادف شوف بقى بيقول لك إيه، هات في جملتين، اوعى تنسى الجمل دي، الكلمة عليها درجة والجملة درجة. مرادف الإملاق الفقر، هتحط له الفقر في جملة، قول له الفقر شديد. مضاد الإخفاق، والإخفاق يعني الفشل، المضاد النجاح، هتقول له النجاح جميل. المهم يا محترم اوعى تنسى الجمل، الكلمة معناها درجة والجملة بيحط لك درجة. وضح كيف وضح الشاعر في الأبيات السابقة مدى حبه للصفات الكريمة. هو طبعا مش جايبها في الأبيات دي، في الأبيات اللي قبلها. طب يا مستر ازاي بيسألني في الأبيات دي هو مش جايبها قدامي؟ ما هو النص حفظ يا بيه.
هتقول صور الشاعر فرحته بالأخلاق الكريمة بفرحة المسافر العائد إلى وطنه الذي يقابل أهله. وخد بالك بأوبة وتلاقي ولا بأوبة بس؟ هتقوله بأوبة وتلاقي، لأن المسافر لا تكتمل فرحته إلا بلقاء أهله. ما الجمال في كان مطية الإخفاق تصوير للعلم بلا أخلاق بوسيلة تورث صاحبها للهلاك. لا تحسبن العلم ينفع وحده نوع الأسلوب وغرضه، ده أسلوبين في بعض يا حضرات. لا تحسبن نهي وكمان مؤكد بنون التوكيد وغرض النصح والإرشاد. طيب لو طلع لو قال لحضرتك أيهما أجمل، لا تحسبن ولا لا تحسب؟ هتقول له لا تحسبن لأنها مؤكد بنون التوكيد. وادي الكنانة الشاعر محمد الهراوي، دعت مصر فلبينا كرامة، علاقة فلبينا بما قبلها نتيجة، ومصر لنا فلا ندع الزمامة. ما الجمال في مصر لنا فلا ندع الزمامة؟ تعبير يدل على أن مصير مصر ومستقبلها بيد أبنائها. قياما تحت رايتها، قياما نوع الأسلوب أمر، أصل الجملة قوموا قياما أمر للنصح والحث، تحت رايتها قياما التكرار قياما يفيد التوكيد. أمامكم العلا فامضوا أمام، هناك المجد يدعوكم. طبعا هناك المجد أجمل من هنا المجد، لأن هناك اسم إشارة للبعيد يفيد التعظيم، والمجد يدعوكم تعبير أو تصوير صور المجد بإنسان يدعو. فهبوا وليس يروعكم، يروعكم دي يعني يخيفكم أو يفزعكم، مضادها يطمئنكم. في المجد خطب، خطب الأمر الشديد، وجمع خطب خطوب. هات في جملتين مفيدتين، اوعى تنسى الجمل. مرادف كلمة الزمام تملك الأمور، هتقول يجب علينا تملك الأمور. مضاد كلمة هبوا، هبوا يعني أسرعوا، مضادها تكاسلوا، يجب عليكم ألا تتكاسلوا. أدي جملة. إلى ما يدعو الشاعر الشباب في البيت الأول لتحقيق المجد لمصر، تحقيق النهضة لمصر، الرفعة لمصر، كل ده صح. ما الجمال في المجد يدعوكم، دي قلناها. هبوا حدد نوع الفعل واصغر، أو مفروض يقولك حدد نوع الأسلوب، هتقول له أسلوب أمر غرض النصح والإرشاد. سؤال النحو، إن مصر أمانة، أمانة خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة، نكشف عنها في مادة أمانة. في أعناق الجميع، لذا يجب على كل فرد منا أن يكون، لاحظ معايا إيه ديت، يقظا. خد بالك يقظ وحاطن وفطن وحذر وفز، وكلمة فز صيغة مبالغة على وزن فعل، يبقى طلعها في صيغة المبالغة. في موقعه، هشيل الهاء، موقع على وزن مفعل اسم مكان من الثلاثي. حارسا، حارس على وزن فاعل اسم فاعل من فعل الثلاثي، فعل حرسة، حارسا لها بقلبه. طيب في كلمة يقظا دي صيغة مبالغة، لو قال لك هات فعلها هتقول له يقظة، الفعل زيها بالظبط. مضحيا، مضحي مبدوء بميم مضمومة مكسور ما قبل الآخر، اسم، اسم فاعل غير ثلاثي، فعله ضحى، هحط شد على الحاء، من أجلها بنفسه لا يقبل أن يكون مقهورا. لاحظ معايا لا يقبل، لا دي اسمها لا النافية، بتعمل ايه في الفعل المضارع يا حضرات؟ ما بتأثرش عليه، في فرق بين لا النهية ولا النافية. لا النهية اللي بيطلب منك يقول لك ما تعملش كذا، دي اللي بتجزم، اما لا النافية دي لا تؤثر. فدي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم، ان يكون مقهورا، مقهور على وزن مفعول اسم مفعول ثلاثي. طلب وزنه هتقول له مفعول، طلب فعله هتبني لي المجهول هتقول له قهرة. لاحظ في اسم المفعول بيقول لك هات فعله مضبوطا بالشكل، هتضم الاول وتكسر ما قبل الاخر، هتحط ضمه على القاف وتكسر الهاء. طيب عايز اعرف كلمه مقهورا، شايف يكون مقهورا، يكون هو مقهورا، اسم يكون ضمير مستتر تقديره هو، ومقهورا خبر يكون منصوب بالفتحه. بل يعيش اكثر فخرا وسرورا، لاحظ معايا كلمه فخرا دي اكثر ايه على وزن افعل، فخرا ده ايه تمييز منصوب علامه نصب الفتحه. تمام، قلنا الكلمة النكرة المنصوبة اللي بتيجي بعد اسم التفضيل بتكون تمييز، فخرا وسرورا، الواو حرف عطف يبقى سرورا معطوف منصوب، عشان معطوف على كلمة فخرا، معطوف منصوب على نصب الفتحة. فبلدنا هبة، نكشف في عن كلمة هبة في مادة وهبة. على مر الأزمان، طبعا الأزمان مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. بعد كده بيقول لي حدد نوع المشتق فيما يلي،
المساء ملتقى الأصدقاء. اثنين النادي ملتقى الأصدقاء. الأوائل ملتقى بهم في التكريم. طبعا هو عايز نوع المشتق في كلمة ملتقى الثلاثة. المساء ملتقى الأصدقاء، يبقى ملتقى دي اسم زمان عشان اللي قبلها دلت على الزمان اللي هي المساء اهي. طب النادي ملتقى الأصدقاء، كلمة ملتقى اسم مكان عشان اللي قبلها اللي هي كلمة النادي دلت على المكان. الأوائل ملتقى بهم في التكريم، ملتقى الأوائل ملتقى يعني في حد التقى بهم، يبقى ده اسم مفعول. تمام. لو قال لحضرتك هات لي الفعل من اسم الزمان ومن اسم المكان، هجيب الفعل مبني المعلوم عادي، يبقى هقول عندي التقى الفعل الماضي منها التقى سواء في اسم الزمان او اسم المكان. اما في اسم المفعول لازم تبني لي المجهول التقي، هتكتب التقى عادي خالص، هتضم الالف وتضم التاء وتكسر ما قبل الاخر. لماذا لا يصاغ اسم التفضيل من الفعلين مات وبئس؟ اول واحد مات، الاثنين مش زي بعض عشان ما يختلطش عليك الامر. اللي عندي الافعال هنقولهم لك كلهم، عندي الافعال التي لا يصاغ منها اسم التفضيل، الافعال الناقصه اللي كان واصبح وامسى وبات وصار وليس، اي فعل ناقص لا يصاغ منه اسم التفضيل. تقول لك ليه؟ تقول له انه فعل ناقص. تاني حاجه الافعال الجامده اللي هي نعمة وبئس وعسى وليس وحبذا ولا حبذا، اسمها افعال جامده لا يصاغ منها اسم التفضيل. عندي بعد كده الافعال غير قابله للتفاوت، مات وهلك وفني وغرق، دي غير قابله للتفاوت. يبقى هتقول له مات ليه؟ لماذا لا يصاغ منه اسم التفضيل؟ لانه غير قابل للتفاوت. عندي بئس، هتقول له انه فعل جامد. هات اسم الاله من الفعل فتح وزنه ثم ضعه في جمله مفيده. طبعا فتح هجيب منه مفتاح، ممكن تقول اغلق الولد الغرفه بالمفتاح. زنه مفتاح على وزن مفعال. سؤال الخط يا محترم اوعى تنساه، اوعى تنسى سؤال الخط، عليه 5 درجات 5 من 80. بعد كده نحل قطعة النحو الأول. اتفضل. المحترم اللي بيتكلم، أنا سامع صوت زنة كده مش عجباني. يا طالب العلم، طبعا لو جيت اعرب كلمة طالب يا محترم افتكر معايا كده الإعرابات القديمة دي، منادى منصوب علامة نصب الفتحة، المستقبل أمامك. لاحظ معايا كلمة مستقبل، مو مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر ودلت على الزمان، اسم زمان غير ثلاثي فعلها استقبل. أمامك مفتوحة أبوابه، مفتوحة شيل التاء المربوطة اللي هي مفتوح على وزن مفعول، اسم مفعول من ثلاثي. طلب من حضرتك فعله هتقول له فتح. فاسعى إليه متسلحا، عايزين نعرف متسلحا، اسأل بكيف، كيف تسعى إليه؟ الإجابة إيه؟ حال منصوب علامة نصب الفتحة اللي بنسأل عنه بكيف. طب عايزين نعرف فاسعى، الفاء دي ملهاش قيمة، اسعى ده فعل أمر، هتقول له فعل أمر مبني على حذف العلة، أصلها اسعى ألف لينا في الآخر. طيب تعال نشوف متسلحا نوع المشتق فيها إيه؟ مبدوء بميم مضمومة أهي، مو متسل ليه؟ مكسور ما قبل الآخر اللي هو اللام. ما تروحش تقول لي متسلحه الحاء مفتوحه، الحاء دي الحرف الاخير ماليش دعوه بالتنوين، يبقى اللام اللي مكسوره. متسلح اسم فاعل غير ثلاثي، عايز اجيب الفعل بتاعه شيل الميم وحط ياء، يبقى يتسلح. هات الفعل الماضي من يتسلح، تسلح بالعلم، فالعلم مفتاح العلا. وكن حذر صيغه مبالغه على وزن فعل. طب لو قال لك هات لي الفعل الماضي منه هتقول له حذر الأعداء ليعيش المصر، ليعيش دي جات لنا إعراب قبل كده، لم التعليل فعل مضارع منصوب بالفتحة، المصريون في حياة أفضل، ركز معايا في الحتة دي. حياة أفضل، حياة نكرة وأفضل نكرة، وصفت الحياة إن هي أفضل. محمود أنا مش هقول لك أطردك بره. حياة أفضل، حياة نكرة وأفضل نكرة، وصفت الحياة إن هي أفضل. نعت اللي قبلها اسم مجرور، نعت مجرور بالفتحة. ليه نعت مجرور بالفتحة؟ عشان أفضل صفة على وزن أفعل ممنوعة من الصرف، تجرب الفتحة. وستظل مصر منبع، منبع على وزن مفعل، يبقى اسم مكان فعلها نبع. الوفاء منبع الوفاء، نكرة بعدها معرفة مضاف إليه.
لأن الوفاء سمة المصريين، لأن اللي هي أن الحرف الناسخ، الوفاء دي اسم أن، ماله الوفاء سمة، يبقى خبر أن، أن بتنصب الاسم وترفع الخبر، خبر أن مرفوع علامة رفع الضمة. طيب سمة دي نكشف عنها في مادة وسمة، زي صفة وصلة، زي صفة وصفة، زي صلة وصلة، تمام؟ يبقى سمة أو سماد في مادة وسمة، ما تروحش تقول لي سموة، سموة دي بتاعت أسماء، بتاعت سماء، تمام؟ طيب لاحظ معايا كلمة طالب، اسم فاعل ثلاثي، فعله طلبة، اسم آلة، ما طلعناش اسم آلة، تعال نشوف. المستقبل مفتوح أبوابه فاسعة متسلحا بالعلم، فالعلم مفتاح، كلمة إيه؟ صيغة مبالغة على وزن مفعال، وزنها مفعال، اسم مكان مع، اسمع بقى معايا سبب مجيئه على هذا الوزن. أنت قلت اسم مكان منبع على وزن مفعل، ليه؟ هتجيب المضارع ينبع، هتلاقي مضموم العين في المضارع، يبقى سبب مجيئه على هذا الوزن هتقول له مضموم العين في المضارع. السؤال رقم جيم بيقول السابعة ملعب المباراة، ملعب اسم مفعول مكان زمان، طبعا السابعة اللي هي السابعة صباحا يعني، فده اسم زمان. الصديق كتوم الأسرار، كتوم اسم فاعل صيغة مبالغة، اسم مفعول طبعا كتوم صيغة مبالغة على وزن فعول. نكشف عن سمة في مادة، يا ترى جايب لك الاثنين وسمة ولا سموة؟ طبعا وسمة، سموة دي بتاعت سماء أو سمو أو أسمى. طيب في سؤال بيقول حول اسم الفاعل، طبعا مش هنا مزوده لك يعني، حول اسم الفاعل لصيغة مبالغة. لو قلك اسم الفاعل باكن، يبقى صيغة المبالغة منه بكاء، شاكن صيغة المبالغة منه شكاء، عافٍ صيغة المبالغة منه عفو على وزن فعول. للمفاضلة بين حمرة الورد وحمرة الدم نقول الورد نقط من الدم، يا ترى أحمر ولا أشد حمرة ولا حمر؟ أشد حمرة. طيب بص معايا، لو جاب لك فعل غير ثلاثي أو فعل دل على لون وقال لك هات لي منه اسم تفضيل، بتقول أكثر اهتماما، يعني بتجيب صفة اسم تفضيل مساعد من عندك وبعد منه المفعول المطلق، أقول أكثر حمرة. طب لو جابه لك فعل مبني للمجهول زي مثلا يكافأ، هتجيبها اسم تفضيل مساعد وأنو الفعل المضارع، أو للمجتهد أحق أن يكافأ. طيب لو جابه لك منفي زي مثلا لا يهان الكذاب أحق، أو ممكن أقول مثلا هو عايز يهان، الكذاب أحق أن يهان، طب لا يهان الصادق أحق ألا يهان. جاب لي واحد تاني زي لا يكذب، ده منفى أهو، أجيبه بأنو الفعل المضارع، المؤمن أحق ألا يكذب. طيب في مثال جه في المحافظة بتاعت جنوب سيناء، بيقول الرجل مهيبة مكانته، وقال لك مهيبة دي اسم مفعول ولا صيغة مبالغة ولا مش عارف اسم فاعل. طيب كلمة مهيب انت هتقول على وزن مفعول تبقى صيغة مبالغة؟ لا طبعا غلط، مهيب دي اسم مفعول من الفعل هابة اللي هو خافة، تمام؟ يبقى دي اسم مفعول، مهيب اسم مفعول، ولو جيت تجيب فعله هتبني لي المجهول، هتجيب الفعل الماضي هابة وتبني لي المجهول يبقى هيبة. تعال نبص على سؤال القصة بتاعهم اهو، قلت خير الإجابة الصحيحة، طلب التاجر الصقلي مقابلة نجم الدين كي يعرض عليه بضاعته بضائعه النفيسة، ولا يعد معه صفقة تجارية، ولا يقدم له رسالة خاصة من ملك صقلية، ولا يداوي آلام السلطان؟ طبعا يقدم له رسالة من ملك صقلية، ولبس لبس التجار ليحكم التخفي. عالم كبير اشتهر بصراحته وتمسكه بالحق، وكان من البارزين في جمعية دمشق، شيخ العز بن عبد السلام. السؤال ده عاد متكرر 3 مرات. طيب خد بالك ابو بكر القماش جابها لك في مره صح وغلط، قال لك ده عالم ازهري مش عارف ايه، طبعا ابو بكر القماش ده كان تاجر. ما السياسه التي اتبعها نجم الدين بعد تولي حكم مصر وموقف الحاقدين منها، او ازاي ان نجم عمل ايه بعد ان تولى البلاد؟ هتقول له اجتهد في اصلاح البلاد ورد المظالم لاهلها واصلاح ما افسده العادل، وما موقف الحاقدين منها؟ هتقول لم تعجبهم هذه السياسه، بيجيبها لك في صح وغلط، لم ترقى سياسه نجم الدين في اعين الحاقدين صح، لم ترقى يعني لم تعجبهم. علل اخفت شجر الضر نبأ وفاه السلطان نجم الدين، هتقول لان اذاعه موته تضعف عزيمه الجنود وتقوي ساعد الفرنج. طيب بما تصف شجر الضر في هذا الموقف بالذكاء بحسن التصرف بحسن القياده،
من موضوع فالق الحب والنوى، انك لا تنظر الى حبه القمح او نواه التمر. الاصم اهو جابها لك، هو الذي يعجز عن الرؤيه ولا السمع ولا الحركه ولا النطق. السمع، النطق ده الاخرس. مضاد كلمه يا باب، يا ترى دوار ولا دمار ولا فخار ولا عمار؟ طبعا عمار. تمام، اليباب اللي هو الخراب. ماذا يظن من ينظر الى حبه القمح او نواه التمر نظره متعجله متسرعه؟ يظن انهما قطعتين من الجماد الاصم الاخرس، كانهما حصتان القت بهم الاحداث. خلاص مفيش مشكله. طيب يا خليك زي ما انت. طيب لو قال لك بقى النظره المتامله اخر حاجه، لو قال لك النظره المتامله هتقول انهما خزانتان اختزنتا طاقه حيويه جباره القوى. تمام يا حضرات؟